عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحديث متفق عليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبه البخاري، وأبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.